شيخنا الخليلي رحمه الله مستعان السلطان أخبرني عن موقف هو قد تأثر به، وذلك أنه عندما عزم السلطان الراحل على الذهاب إلى خارج السلطنة للعلاج أرسل أحد المسؤولين الكبار عنده كي يأتي إلى سماحة الشيخ سماحة الشيخنا المفتي يطلب منه الدعاء بالشفاء. وهناك طبعا شيخنا المفتي يقول ما تأثر حقيقة خوف ولا وجل تبكي رمان وأقاصيها ودانيها ولك الحمد بعد الخلق قد حق للغيم أن يبكي على رجل رعى عمان بلاد سلم يفدي.